يختص بال بال channel code. موضوع الفصل الرابع هو موضوع channel code. معنى channel code شنو؟ هو حماية البيانات من الخطأ. فإذا يعني وظيفته هو enable the receiver هذا تنحفظ to detect or correct error. يعني أنا أرسل بيانات والبيانات هذه توصل إلى المستلم، المستلم راح يفحص هذه البيانات هل هي بها خطأ أو لا. فإذا بها خطأ ممكن يصححها، وإذا ما بها خطأ فينطي علم بأنه ما بها خطأ. زين، فهذه شلون يصير؟ يعني شلون أنا أخلي المستلم يكتشف بأنه هذه بيانات بها خطأ؟ يعني فرضا أنا أرسلت بيانات ديجيت، خلينا نقول 101 مثلا، ووصلت بدل ما توصل 101 وصلت 110 مثلا، أو بها فد خطأ معين. فشلون المستلم يكتشف بأنه أكو خطأ؟ فأني أحتاج أرسل بتات إضافية. يعني أنا قلت عندي المسج هي 101، فراح أرسل بت إضافي. هذا البت الإضافي وظيفته أنه يمكن المستلم حتى يكتشف بأن هناك خطأ. فإذا يعني هذا وظيفة هذا النوع من الكود هو إضافة بت إضافي إلى المسج. يعني عندي مسج وعندي بتات إضافية، هذه البتات الإضافية أو البت الإضافي يعني لها اسم يسمونها redundance، لها اسم. يعني هذه البتات الإضافية لها يعني تسمية تسمى redundance، أو نسميها parity bits. الparity bits هذه بتات إضافية غير المسج. المسج عندنا نقول عليها كي من البتس. زين، كي من البتس. الار هي الريدندنس اللي هي الباريتي اللي راح اضيفها، فتصبح عندي الكلمه بعد اضافه الباريتي نسميها كود وورد. فهذه الان تسمى كود وورد، كود وورد. شنو هاي كود وورد؟ هذه رسالة بعد إضافة الباريتي، وهذا الباريتي نضيفه إلى المسج يعني بموجب حسابات معينة. يعني شا أضيف أنا واحد لو صفر؟ ما أعرف، أكو حسابات معينة هي ضمن تعليمات الكود هذا حتى أضيف إيش قد أضيف، بتين أو ثلاثة أو واحد. زين، والبت اللي أضيفه هو واحد لو صفر؟ هو طبعا هو لو أضيف واحد لو صفر، بس شو وقت أضيف واحد شو وقت أضيف صفر؟ هذه هي تتبع نوع الكود، نوع الكود المستخدم. فإذا أصبح عندي النقطة المهمة جدا التي يجب أن تعرفوها، بأنه عندي أنا عندي مسج راح أرسل هاي المسج مجموعة من البيانات، وحتى احمي هذه المسج من الخطا او الريسيفر، من توصل الريسيفر يقدر يكتشف بانه اكو خطا، فارسل ار من البيانات. زين، ار من البيانات، ار يعني ريدندنس يعني زياده، او الباريتي نسميها. تصبح عندي المسج ان من البتات. هاي الان هي اسمها كود وورد. فاذا انا هسه عندي ثلاث مسميات، الكود وورد، وعندي الكي مسج، وعندي ريدندنس. فاذا عندي هسه الكود وورد هي ان من البتس، وعندي هسه هذا الكود وورد تسمى ان وكي. شنو الان؟ الان هي عدد البتات بعد اضافه الباريتي، الكي هي عدد البتات قبل اضافه الباريتي. راح نقدر نطلع هنا عندنا اول قانون نستخدمه في هذا، او ثاني قانون بعد هذا القانون
نستخدمه يسمونه إيجاد الكود ريت. هذه الكود ريت شلون نوجد الكود ريت؟ الكود ريت تساوي الكي على الان، يعني عدد البتات قبل الإضافة وعدد البتات بعد الإضافة، وقطعا راح يصير قيمة هذا الكود ريت اسم قيمته أقل من واحد، أقل من واحد. هذه مهمة جدا، يعني أكيد أكيد يعني الحسابات المهمة اللي نطلبها هو حساب الكود ريت. هسه ينقسم عندي هذا الشانل كود إلى قسمين رئيسية. أول اسم اسمه Automatic Repeat Request ويرمز له بالرمز IRQ. هذا شنو هذا؟ هذا الكود نوع من الكود، يعني راح أضيف Parity، والباريتي هذا يفحص يستلم المستلم ويفحص الكود، يفحص الكلمة إذا بيها خطأ فيطلب إعادتها. قلنا أول نوع اسمه الـ IRQ. IRQ هو أنه المستلم يفحص الكود أو الكلمة، إذا كان بها خطأ يطلب إعادتها، فلذلك اسمه Repeat Request، يعني طلب الإعادة. وإذا ماكو خطأ فيقول له أرسل الثانية. فإذا هذا الكود يعني يرسل مجموعة من البيانات، وهذه المجموعة من البيانات وياها بت للفحص Parity، بت أو واحد أو اثنين أو أكثر، زين لغرض الفحص يسمونه Parity Check، يعني لفحص الكلمة. فإذا كانت الكلمة بها خطأ فالريسيفر يرسل إعاز إلى المرسل يقول له يعيد إرسالها. فمن يعيد إرسالها يرجع مرتلخ يشيكها، إذا صح ما بها خطأ يقول له أرسل الثانية، وإذا بها خطأ يقول له عيد إرسالها، وهكذا. هذا نوع من الكود يستخدم بكثرة ويسمى IRQ. IRQ يعني Automatic Repeat Request، يعني الطلب الإعادة الأوتوماتيكي، إنه الريسيفر إذا اكتشف خطأ فيطلب إعادة إرسال الكلمة. زين، هذا النوع الأول. النوع الثاني اسمه Forward Error Correction. هذا النوع من الكود ما يحتاج الريسيفر يتصل بالمرسل ويقول له أرسل لي، يطلع يرسل ليها مرة ثانية، وإنما شنو هو راح يكتشف الخطأ ويعيد تصحيح الخطأ ويصحح الخطأ. هذا اسمه Forward Error Correction. لكن أكو فد نقطة مهمة أريدكم خلوها تعرفوها، إنه كل كود إلى قابلية. يعني مثلا عندي أنا عندي أرسلت 5 بتات، واحد من عندهم خطأ، فيمكن هذا النوع من الكود يكتشف الخطأ ويصحح الخطأ إذا بت واحد، يجوز بتين بس مو كلهن، مو مفتوحة. يعني مثلا قابلية الكود على اكتشاف وتصحيح الخطأ إذا كان الخطأ بت واحد أو بتين. راح نجي ناخذها شوكت يكون بت واحد وشوكت يكون بتين، فالقصد هي مو مفتوحة. يعني إذا هي كل المسج صارت الأرر أو خطأ، ما راح يقدر المستلم يعني يقدر يكشفها كلها ويصححها. فإذا هسه أريد تعرفون بأنه ينقسم عندي الشانل كود، يعني خلاصة ما أخذناه، يعني عندي ينقسم عندي الشانل كود. الشانل كود عندي عبارة عن مسج مضاف لها باريتي، هذه الباريتي اسمها R، فيصبح عندي N اللي هي الكود وورد، وعندي الكود ريت تقدر احسبها اللي هي كي على ان. هذا تحفظوه. الشيء الاخر تحفظوه انه ينقسم عندي الشانل كود الى قسمين رئيسيه، فقط اوتوماتيك ريبيت ريكوست اللي هي هذه، بس لازم تعرف شنو، يعني ما اريدك تقول لي شيء يسوي هو، بس اريدك تعرفها حتى اذا قلت لك يابا هذا اللي يعني يصحح، يعني هو ما يصحح بس يعيد ارسال، هو اسمه اوتوماتيك ريبيت ريكوست. النوع الثاني اللي هو Forward Error Correction، هذا هو اللي ما يحتاج يرسل إلى المرسل مرتلخ،
فإذا هو هذا اسمه forward error correction ويرمز له بالرمز FEC. هذا هو النوعين. هسه عندنا مصطلحات نريد نعرفها او مصطلحات او تعاريف يجب ان تعرفها. هذا اول مصطلح عوفه ما نحتاجه، نحتاج المصطلح الثاني، هذا كلش مهم، هذا المصطلح اللي هو الهامينج ديستانس. هامينج ديستانس هذا مهم جدا ونعرفه شنو الهامينج ديستانس. الهامينج ديستانس هو عندي قيس للفرق بين كلمة وكلمة، يعني عندي كلمات وهي مجموعة من البتات، زين عندي كلمة من الكود وورد مثلا هي مجموعة من البتات، يعني عندي هسه هاي كلمة مجموعة من البتات، يعني 9 بتات وهذه بتات أخرى وهذه بتات أخرى. فش راح يقول؟ قيس لي الهامينج ديستانس. شلون أقيس الهامينج ديستانس؟ أنا أجيب الكلمة هذه تحت هذه الكلمة وأشوف الفرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، فأشوف أول بت، أول بت عندي هنا ما يختلف فأعبره، البت الثاني هنا أنا صفر وهنا واحد فأكو اختلاف وهذا الاختلاف رقم واحد، البت الثالث هذا صفر وهنا واحد إذن أكو اختلاف ثاني صاروا اثنين، زين البت الرابع هنا واحد وهنا واحد هنا ماكو اختلاف بقيت على اثنين، والبت الخامس واحد هنا وهنا صفر فإذا صار عندي اختلاف آخر، إذا صار عندي 3 بتات مختلفة، وأستمر ولا أن أشوف قد اختلاف بين الـ C1 الكود 1 والكود 2 يعني. فتكتب هنا D12 يعني الفرق بين الكلمة C1 والكلمة C2، طلع عندي هنا 6 بتات، يعني أخذت بت باي بت، يعني أشوف أول بت مختلف متشابه عبره مختلف احسبه، والثاني مختلف احسبه، وهكذا طلع عندي 6 بتات الفرق بين C1 وC2. بعدين اروح شو اسوي؟ ما دام انا ناطيني 3 كلمات بروح احسب الفرق بين الاولى والثالثه، زين فاشوف ايضا بت باي بت، الاول مع الاول ماكو اختلاف، الثاني مع الثاني ماكو اختلاف، الثالث مع الثالث اكو اختلاف، هذا اختلاف رقم واحد، وبعدين اروح الرابع مع الرابع ماكو اختلاف، الخامس مع الخامس اكو اختلاف فاقول هذا اختلاف الثاني، وهكذا الى ان اشوف ايش قد اختلاف عندي بين C1 والC3 يطلع عندي 4 بتات. بعدين اجي شو اسوي؟ اخذ الكلمة C2 وC3 فأقول عليه D2 D3. انت ما دام نعطيك 3 كلمات فإذا تطلع الفرق بين C1 والC2، بين C1 والC3، وبين C2 والC3 هكذا. فإذا طلعنا بين ال 1 وال 2 هنا طلعت 6، وبين ال 1 وال 3 بين ال 1 وال 3 طلعت عندي 4، وهسه ناخذ بين ال 2 وال 3 راح تطلع 3، يعني البت الأول ما مختلف، البت الثاني مختلف، البت الثالث ما مختلف، الرابع ما مختلف، الخامس اعتقد ما مختلف، وهكذا تلقي 3 بتات مختلفة بين الثاني والثالث. هسه صار واضح رجاء الهامينج ديستانس هو ايجاد مقدار الاختلاف بالبت بين كلمة وكلمة، كم بت مختلفات نقول عليه هامينج ديستانس يساوي هالقد، فنقول عليه الهامينج ديستانس بين الاول والثاني يساوي 6، والهامينج ديستانس بين الاول والثالث طلعناه 4. شنو معناها؟ معناها 4 بتات مختلفه، والهامينج ديستانس بتوين او بين الثاني والثالث يساوي لنا 3. زين هسه احنا شنو نسوي؟ نشوف اقل اختلاف، اقل اختلاف نسميه دي مينيمم، اقل اختلاف هنا 3. فاذا احنا ناخذ الدي مينيمم هاي بيش تفيدنا، بيش تفيدنا هذا، بيش تفيدنا هنا مهمة جدا، يعني الدي مينيمم تفيدنا في حساب البوسيبل ايرور ديتكشن. رجاء هاي تحفظوها، اقول لك كالكوليت البوسيبل ايرور ديتكشن. شنو معناها بالعربي؟ معناها امكانية كشف الخطأ، امكانية كشف الخطأ، يعني انا هسه اقدر اكشف الخطأ
إيش قد إذا كان كم بت إذا بيهن خطأ أكشفه فهنا يساونا دي مينيمم ناقص واحد. إمكانية كشف الخطأ أرمز لها بالرمز 2T وتساوينا دي مينيمم يعني ناقص واحد وتساوينا 2. إذا أنا هسه يعني ما دام عندي الدي مينيمم تساوي 3 وعرفنا شنو الدي مينيمم يعني أقل فرق بالخطأ، يعني شنو عندي 3 كلمات حسبت الفرق بين الأولى والثانية طلعت 6 وبين الأولى والثالثة طلعت 4 وبين الثانية والثالثة طلعت 3 فأخذ أقل شيء هو الثلاثة. من هاي الأقل شيء أحسب إمكانية كشف الخطأ اللي هو تساوي لنا الدي مينيمم ناقص واحد. هسه هذه إمكانية كشف الخطأ. زين بقى عندي شنو أخرى؟ إمكانية تصحيح الخطأ. إمكانية تصحيح الخطأ هي تساوي إمكانية كشف الخطأ على 2. فشوف الدي مينيمم ناقص واحد على 2. إذن في هذا المثال تساوي لنا واحد، يعني هسه أني بهذا المثال بالنسبة للكود مال هذا المثال يقدر يكشف 2 بت إذا أكو خطأ 2 بت يقدر يكشفه، ويقدر يصحح 1 بت إذا أكو بت واحد بيه خطأ. زين أكو فرق بين كشف الخطأ وبين تصحيح الخطأ. كشف الخطأ يعني أنا أقول هاي الكلمة بيها خطأ بس وين ما أعرف، ما أعرف وين الخطأ، هل هو بالبت الأول بالبت الثاني ما أعرف. زين كشف الخطأ أجرح البت اللي بيه الخطأ، بهالحالة هاي أنا لازم أعرف وين الخطأ وأروح أصححه. فإذا كشف الخطأ يتطلب معرفة مكان الخطأ. فإذا هذا هي العملية المهمة جدا في هذا النوع من الكود، هو إمكانية كشف الخطأ وتصحيح الخطأ. فإذا هذا المثال مهم جدا، نعطيكم من عنده كلمات 2 أو 3 أو 4. فإذا كانت 4 كلمات لازم تحسب الفرق بين الأولى والثانية، بين الأولى والثالثة، بين الأولى والرابعة، وبين الثانية والثالثة، والثانية والرابعة، وبين الثالثة والرابعة، هكذا. وشوف بعدين ياهو أقل شيء تقول هذا هو الأقل شيء، وتجي تحسب الحسابات. يعني كل هذا احنا نريد نعرف الدي مينيمم، يعني اقل فرق بين الكلمات. اقل فرق هذا يفيدنا في حساب امكانية كشف الخطأ وامكانية تصحيح الخطأ. بقى عندنا فتشي مصطلح اخر اسمه الهامينج ويت. شنو الهامينج ويت؟ هو عدد الوحدات في الكلمة. يعني هسه عندي كلمة كم واحد بيها؟ 5 وحدات. فاقول الهامينج ويت مال هذه الكلمة هو يساوي لنا 5. فشوف هسه نعطيك هاي الكلمه، يقول لك ايش قد الهامينج ويت مالتها. فهنا الهامينج ويت يساوي عدد الوحدات اللي هو 4، فلذلك W1 تساوي لنا 4. وهنا الهامينج ويت ايش قد يساوي لنا 3، فاذا هذا يساوي لنا 3 وهكذا. فاذا يعني عندنا الهامينج ويت هو فقط حساب عدد الوحدات، مو مثل الهامينج ديستانس. الهامينج ويت هو فقط حساب عدد الوحدات، وقول لي ايش قد عدد الوحدات، وقول لي الويت الهامينج ويت مالته يساوي هالقد. فنقول W1 يساوي ايش قد، W2 تساوي هالقد. عندنا حالة خاصة تصير عندما يكون عدد يعني الوحدات، يعني يكون كلمتين كلها صفارة وكلها وحدات. إذا كان عندي كلمتين كلها صفارة وكلمة ثانية كلها وحدات، فتجد الهامينج ديستانس، الهامينج ديستانس يساوي الهامينج ويت. مو مهم هذا، المهم هذه تعرفون يعني الهامينج ويت يساوي لنا عدد الوحدات. زين هسه نجي على النوع الأول من الباريتي تشيك كود. عندنا نوع الأول من الباريتي تشيك كود، هذا شنو هذا؟ هذا الكلمة نضيف لها بت واحد، الكلمة نضيف لها بت واحد. نعم مهند، عفوا بس المثال مال الهامينج ويت
لاحظت ان دبليو 1 4 ودبليو 2 خلتها 3 صار يهمها 4 وحدات المفروض 4 هي اكل خطا بيها 4 وحدات نعم هي هاي المفروض 4 هي اكل خطا هنا شكرا مهند زين فهذا النوع من الكود اللي سميناه الباريتي راح نضيف بت واحد هذا البت الواحد نقدر من خلاله نكشف الخطأ اللي هو شي يصير راح يقول هذا البت الإضافي يقول إذا عدد الوحدات زوجي فراح أضيف واحد وإذا عدد الوحدات فردي أضيف صفر هذا هو نوع الباريتي تشيك من مواصفات هذا الباريتي تشيك رجاء تحفظوها يساوي الكود ريت مع الباريتي تشيك هاي سجلوها يمكم يساوي كي على كي زائد واحد هذا شنو الكود ريت زين معدل معدل الكود زين بعد شنو بعد الديمن امام مال هذا الكود ما يحتاج نحسب الديمن امام يساوي اثنين فالديمينيوم يساوي لنا 2 زين فما دام عندك الديمينيوم يساوي 2 يعني هذا معناها يكشف يعني خطأ واحد رجاء ترجعون على هذه على هذا المثال ما دام عندي الديمينيوم يساوي 2 فإذا قابلية الكشف 2 ناقص 1 وتساوي لنا 1 سجلوها رجاء هذا النوع من الكود باريتي تشيك كود ما دام الديمينيوم مالته 1 فإذا قابلية الكشف هي 1 قابلية التصحيح 0 ما يصحح فقط يكشف سجلوها هاي الملاحظة المهمة جدا ليش؟ لأن الديمينيمم مالته تساوي 2 لأن أنا فقط راح أضيف بت 1 وهذا البت يكشف أكو خطأ لو ماكو خطأ زين راح ناخذ مثال هذا المثال يقول إذا عندي أنا إيفن باريتي تشيك هسه راح بهذا النوع من الكود الباريتي تشيك راح يصير عندنا ايفن باريتي واود باريتي شنو معنى ايفن وشنو معنى اود احنا مو قلنا نضيف بت واحد فهسه هاي شوف هسه هذه عندي كلمه يقول لي ضيف لها بت حتى تصير عندي كود وورد فاني شضيف اضيف بت واحد زين هذا البت اللي اضيفه هل هو واحد لو صفر فشوف هذه الكلمة هذه عندي 4 بتات أصبحت 5 بتات ضفت لها بت واحد هنا أضفت واحد وهنا أضفت صفر زين شو وقت أضيف واحد وشو وقت أضيف صفر لازم هو لي قدامي يقول لي هل هو even لو odd شنو even يعني زوجي يعني عدد الوحدات يكون زوجي وشنو odd يعني عدد الوحدات فردي فإذا قال لك even parity معناها قال لك معناها يقول لك هاي المسج ضيف لها بت بحيث يكون عدد الوحدات زوجي فشوف هسه انطاني كلمة بها فقط واحد والباقي صفارة ايش راح اضيف انا راح اضيف واحد لان انا اتفقت بانه هي even parity فمن يقول لك even parity معناها يقول ضيف بت بحيث يصبح عدد الوحدات زوجي شوف هنا أنا. عدد الوحدات هي زوجي اصلا فايش سوى ضاف صفر حتى يبقى عندي عدد الوحدات زوجي شوف هنا أنا. عدد الوحدات زوجي ايضا ضاف صفر حتى يبقى عدد الوحدات زوجي هاي شو وقت من يقول لي even parity even parity يعني شو يقول هاي حفظوها زين even من اقول لك even parity وانطيك الكلمة اقول لك سو يعني يعني حول ليها الى even parity شو تسوي تقول ما دام even parity اشوف عدد الوحدات اذا هو فردي اضيف له واحد حتى يصير زوجي واذا هن زوجي اضيف له صفر حتى تبقى عندي زوجي زين هسه النوع الثاني اسمه odd parity odd parity شنو odd parity يعني خلي عدد الوحدات فردي زين ايش راح يصير شوف هسه هاي عندي هنا عدد الوحدات فردي فايش راح اسوي ما راح اضيف واحد اضيف صفر حتى يبقى عندي عدد الوحدات فردي هنا عدد الوحدات زوجي
فسوى ضعف واحد حتى يبقى عندي، يصير عندي عدد الوحدات فردي. بس رجاء ركز، أنا أطلب منك أقول لك odd parity. زين، إذا قلت لك odd parity يعني أقول لك ضيف بت واحد بحيث يصير عندي عدد الوحدات فردي. فتجي هنا أنا. إذا عدد الوحدات زوجي فتضيف لها بت حتى يصير فردي، وإذا فردي تبقيها فردي. فنفس الشيء رجاء نشوف باع هنا أنا، هسه زوجي ضاف لها واحد، فردي ضاف لها صفر حتى يبقى فردي. هذا إذا قال لك odd parity. إذا قال لك even parity، even parity هذه معناها تضيف بت واحد حتى يبقى عندي عدد الوحدات زوجي. هذا كل ما في الايفن البارتي تشيك. هذه ما مطلوبه الملاحظه، يعني هذا يقول لك هذا يستخدم بالاي ار كيو، هذه ما مطلوبه، وهذا الرسم ايضا ما مطلوب. فوصلنا الى الريبيتشن كود. فرجاء هذه المهم جدا، هذا المثال، هذا المثال مهم جدا تعرفوه وتعرفوه وتفهموه. وهذا المثال ايضا مهم جدا مع الهامينج كود، الهامينج ديستانس ايضا هذا المهم جدا، هذا تفهموه ويعني تعرفون شلون تقيسون الدي مينيمم وشلون نحسب البوسيبل ايرور كوركشن والبوسيبل ايرور ديتكشن. رجاء هاي تكون المحاضره مفهومه، واتمنى ان شاء الله تكونون فهمت الموجود. يعني اعتقد يعني مفهوم.